السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الظهيرة من التلفزيون المصري، مرحبا بحضرتكم. ترأس وزير الخارجية سامح شكري ونظيرته الألمانية أنيلينا بيربوك جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، ذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد إن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي والجهود الدولية لوقف الحرب في غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية. خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة الأردنية عمان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أنه لا يكون هناك حل إنساني مستدام مع استمرار الحرب الدموية في قطاع غزة. وشدد غوتيريش على أن إيصال المساعدات الإنسانية يتطلب الوقف الفوري لإطلاق النار. ومن جانبه أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أنه لا يوجد ما يبرر المذابح التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مشددا على أنه لابد من وقف القتل والتجويع ومعاقبة من انتهك القانون الإنساني والدولي، واصفا قطاع غزة بأنه أصبح مقبرة مفتوحة. كما أكد الصفدي أن الأولوية الآن لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لأبناء القطاع. خلال زيارته لمخيم الوحدات بالعاصمة الأردنية عمان، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تنفيذ أي عملية عسكرية في رفح سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مشددا على أن التوافق الدولي يزداد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. From long time ago, claiming the need for a humanitarian ceasefire to silence the guns as the only way. هناك توافق دولي يزداد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فضلا عن العالم العربي والإسلامي متوافقون أيضا على أن الاجتياح البري لرفح قد يسفر عن كارثة إنسانية. الأولوية الآن لوقف إطلاق النار، وهو أمر ضروري في قطاع غزة، ويجب عدم ربطه بملف إطلاق المحتجزين. كذلك أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تمثل شريان حياة للأمل والكرامة، داعيا إلى إعادة التمويل الكافي لعمل الأونروا. أونروا works in extremely difficult circumstances in Gaza. وكالة الأونروا تعمل في ظروف شديدة الصعوبة والتعقيد في قطاع غزة، ونعمل بجهد لحل المشاكل المعقدة للأونروا ومنها عدم توافر التمويل اللازم. لا بد من إعادة التمويل للأونروا لأنها شريان الحياة في غزة. هذا وقد شدد المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على ضرورة رفع القيود العراقيل الإسرائيلية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى شمال غزة. ووصف لازاريني القرار الإسرائيلي بمنع مرور أي من قوافل الأونروا الغذائية إلى شمال غزة بأنه شائن، قائلا أنه سيدفع بشكل أسرع نحو المجاعة وموت أعداد كبيرة من الفلسطينيين بسبب الجوع والجفاف وعدم توفر المأوى. بدوره قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس أدهانوم أن منع أونروا من توصيل الغذاء وحرمان المتضررين والمتضررين جوعا من القدرة على البقاء على قيد الحياة، مشددا على ضرورة العدول عن هذا القرار بالنظر إلى مستويات الجوع الحاد في غزة. في هذه الأثناء واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لليوم 71 بعد 100 على التوالي. وقد أسفرت الغارات الإسرائيلية الأخيرة على مناطق متفرقة من القطاع عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. وشنت قوات الاحتلال غارات استهدفت خلالها منازل الفلسطينيين في رفح وخان يونس في جنوب القطاع. ومن جانبها أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 8 مجازر خلال الساعات 24 الأخيرة، أدت إلى استشهاد 84 شخصا وإصابة 106 آخرين. هذا وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 32,226 شهيدا وأكثر من 74,500 مصاب، فضلا عن آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات يمنع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم. هذا وقد واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حصار مستشفى الأمل في مدينة خان يونس بالتزامن مع قصف عنيف وإطلاق نار كثيف. وذكر جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى الأمل وتغلق جميع مداخله. وأشارت الجمعية إلى أن قوات الاحتلال تقوم بأعمال تجريف واسعة في محيطه
مضيفة أن جميع طواقمها تحت الخطر الشديد ولا تستطيع الحركة نهائيا. وبالتزامن يتواصل تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، كما يتم إعداد وجبات الإفطار والسحور الطازجة وتوزيعها على النازحين الفلسطينيين داخل القطاع. المزيد من التفاصيل والزميل محمد عبد الصبور. زملائي في الاستديو، مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون مصر، تحياتي من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزه واستمرار الجهود المصريه المكثفه على صعيد المساعدات الانسانيه على مستوى ادخال عدد من الشاحنات الى معبر رفح الحدودي ومن ثم ادخالها الى معبر كرم ابو سالم او منفذ العوجه. نتحدث حتى هذه اللحظه عن مرور ما يقرب من 120 شاحنه الى منفذ كرم ابو سالم و80 شاحنه الى منفذ العوجه عبر هذه البوابه التي تدخل اليها هذه الشاحنات الان. وايضا نتحدث عن دخول 3 سيارات للغاز عبر معبر رفح الحدودي، ولا زالت حركه الشاحنات مستمره في التدفق الى قطاع غزه من هذه البوابه. الجهود المصريه لا تكتفي بهذا فقط، ولكن هناك ايضا مطبخ انساني ضخم في منطقه الشيخ زويد والتي تبعد بعض يعني عده كيلومترات فقط عن هذه البوابه، حيث يتم ادخال يعني عدد كبير من وجبات الافطار والسحور الطازجه. نتحدث عن ربما 35,000 وجبه افطار و42,000 وجبه سحور، بالاضافه الى عدد من السلات الغذائيه التي يتم ارسالها لقطاع غزه يوميا عبر هذا الجسر البري الذي يربط بين قطاع غزه وبين مصر. ايضا ياتي هذا بالتزامن طبعا مع سيارات الاسعاف التي تستقبل على مدار الساعه عدد من الجرحى والمصابين الفلسطينيين ومرافقيهم، ومن ثم ايداعهم داخل المستشفيات المصريه وفقا لحالتهم الصحيه. اذا الجهود المصريه متعدده ومكثفه على مدار الساعه في وقع الامر، وهي كعادتها مصر دائما يعني تقدم كافه اوجه الدعم الانساني والاغاثي لقطاع غزه على مدار اليوم. دوت عدة انفجارات صباح اليوم في وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد انطلاق صافرات داخل العاصمة الأوكرانية ومشيرة إلى غارة روسية. إذ قالت سلطات مدينة كييف إن حطام صاروخ سقط في منطقة بوسط المدينة ما أدى إلى وقوع أضرار بمبنى سكني، ذلك بعد سلسلة من الانفجارات في العاصمة. من جانبها قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها دمرت 11 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة روستوف القريبة من الحدود مع أوكرانيا. وأعلن حاكم منطقة روستوف الروسية أن حريقا اندلع صباح اليوم في واحدة من أكبر محطات الطاقة الحرارية في جنوب غربي روسيا، ما أدى إلى توقف وحدتي كهرباء عن العمل وانقطاع الإمدادات لفترة وجيزة، مشيرا إلى أنه تمت السيطرة على الحريق من دون وقوع إصابات. ومن جانبها قالت أكبر شركة للتزويد بالطاقة في أوكرانيا إن الكهرباء انقطعت بشكل طارئ في ميناء أوديسا الأوكراني اليوم بعدما ألحق هجوم جوي روسي أضرارا بإحدى منشآتها. أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها تعتزم إطلاق ثاني قمر صناعي للتجسس العسكري لها في أوائل أبريل المقبل، ذلك في إطار مشروع لإطلاق 5 أقمار صناعية لتحسين مراقبة بيونغ يانغ. ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع قوله إن الأقمار الصناعية القادمة قادرة على جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد. كانت كوريا الجنوبية قد أطلقت أول قمر صناعي للتجسس باستخدام صاروخ فالكون من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا في شهر ديسمبر الماضي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة منتشرة من أنباء تزعم انتشار فيروس جديد يصيب الدواجن في المزارع ويتسبب في نفوقها. وأوضح المركز الإعلامي أنه لم يتم رصد أي متحورات أو فيروسات منتشرة بين الدواجن بالمزارع، مشددا على تكثيف لجان التقصي حملاتها بجميع محافظات الجمهورية كإجراء احترازي للتعرف على أي أمراض وبائية تصيب الطيور، مع إجراء فحص دوري شامل للطيور من خلال سحب عينات منها لتحليلها للتأكد من سلامتها وخلوها من أي أمراض أو أوبئة. قال
قام الفريق كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتسليم عقود الشقق السكنية للمتضررين من تنفيذ مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، مؤكدا أنه لن يدار أحد من تلك المشروعات القومية. 226 هي جملة ما تم تسليمه للمواطنين خلال المرحلة الأولى من الوحدات السكنية للمتضررين من شاغيل المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي. هو ما أعلن عنه الفريق كامل الوزير وزير النقل خلال تسليمه لعدد من العقود. رأينا دراسة الأثر الاجتماعي والبيئي للمشروع قبل أي حاجة، قبل ما ندرس دراسات الجدوى الاقتصادية أو الدراسات الفنية بتاعته. بدأنا الأول بالدراسات الاجتماعية ودراسات الأثر دي. النهاردة بيتم تعويض ناس مادي زي ما هم طلبوا، وبنعوض ناس عيني بشقق سكنية أدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات في مدينة 15 مايو. المواطنون أثنوا على عملية التعويض وسهولة الإجراءات للحصول على وحدتهم السكنية. بدأنا الإجراءات من البداية قانونيا بورق، جت لجنة وخدوا الورق مننا وسلمونا ووعدونا إن احنا هنسلمكم شقق مكان للشقق بتاعتكم ونفذوا كل وعوده. بصراحة البيوت عندنا غير مأهولة أصلا للإسكان، والتعويض يعتبر أفضل من إن احنا نبقى موجودين في مكاننا الحالي. ان في تعويضات ان كان في ماديه وان كان في شقق، والحمد لله يعني اعطونا تعويضاتنا والحمد لله كلنا مبسوطين الحمد لله. الدوله ارست مبدا في مثل هذه المشروعات انه لن يضار احد، وعلى المواطن ان يعي ان تلك هذه المشروعات سوف تخدم التنميه المستدامه والاجيال المتعاقبه. محمد محروس، التلفزيون المصري. ختام النشرة، ويمكنكم دائما متابعة البث الحي للنشرات والبرامج والمزيد من الأخبار عبر مسفيرو.إيجي. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.